تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة. وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الفقيد مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم.